حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة ماما. اي بقولك ايه ياسر جه تحت يلا انزلي. طيب انزله حالا اهو. طب يلا ونبي ماما انزلي له قبل ما فارس يتخانق معاه زي كل مره. اللي انت لابسه ده يا بت ايه ماله وحش؟ وحش ايه انت بتستهبلي؟ في خدك كلها باينه روح غيري يلا. ايه ماما ده ياسر كلها اسبوع يبقى جوزي. طب يا اختي عدي الاسبوع على خير بدل ما تنزلي تحت واخوك يفتح حسه علينا قد كده. بصراحه بقى يا ماما انا مش فاهمه فارس ماله ومال ياسر ليه كل ما يشوفه يتخانق معاه؟ ده انا حاسه كانهم مولودين فوق رؤوس بعض. مش هياخد اخته لازم يغير عليها. يغير عليها ولا منها؟ يغير منها ليه؟ كان اختك الكبيره ولا مش عارفه؟ بقول لك يا ماما فارس من ساعه موضوع ساره ده وهو مش لاقي يشوف اي اتنين بيحبوا بعض. اختمي خلاص يا بت. اتفضلي روحي غيري هدومك وانا نازله اقعد معاه. ايه القرف ده بقى؟ انت ربنا يتوب عليا من البيت ده عشان اعمل اللي انا عايزاه لوحدي. ما احنا متفقين على السفر من الاول، ايه اللي جد يا عم فارس؟ ماليش فيه، عايز تتجوزها تتجوزها وتعيشوا هنا مش هتسافروا. ايه يا ولاد صوتكوا عالي ليه؟ معلش يا طنط انا اسف، هو انا مش من اول يوم متفق ان اخد زيزي واسافر؟ يا ابني ليه؟ وانا مش هرمي اختي، ما
بلاش شغل، الدبلومه اللي اختك موضبه نفسها تاخدها من هناك. ماليش فيه، عاجبك عاجبك، مش عاجبك الباب يفوت كمان. لا بقى كده تلاتيك. ايه يا فارس، احنا متفقين على كده من الاول يا حبيبي، اختك موافقه. يعني هي تمشي كلامها عليا؟ انا مش راجل البيت ولا ايه؟ راجل انت هتصدق؟ راجل غصب عنك يا. لا بقى ده انت ضارب وبتقول اي كلام. لا واتروق كمان لو مش عاجبك. ايدك اوعى. حرسوت حرسوت يا حرسوت، انت عملت ايه؟ ياسر ياسر، قوم يا ابني، قوم ياسر ياسر. زي ما قلت لسيادتك، احنا كنا طالعين على السلم وفجأة مش عارفة كعبل ولا جاله هبوط، ببص ورايا لقيته واقع ومرمي على الأرض فجأة كده لوحده. كان فاضل أسبوع على الفرح، الله يرحمه، مش هلاقي عريس لبنتي أحسن منه. بنت حضرتك مش كده؟ خطبته. كنت موجودة؟ لا، زي ما قلت لك هي كانت فوق واحنا كنا طالعين على السلم رايحين لها. حصل اللي حصل. طب انا هستناكم بكره عشان اقفل المحضر. والله اخوكي ما كانش يقصد، والله ما كان يوصل، انا كنت موجوده. عايزه تودي اخوكي في داهيه؟ محدش هيصدقنا. انت مش مصدقاني عزيزه؟ لسه زيزي في حاجة ولا ايه؟ لا بس انا كويس ان لحقتك قبل ما تطلع. يعني في ايه؟ عمر كان هنا. انت متأكد؟ لسه نازل من عند مدام مشيرة من فوق. ما تعرفش قال لها ايه؟ اكيد طبعا قال لها كل حاجة. هو كويس ان انت عرفتي عشان ما تتخبيش. تحضري بقى شوية كلام كده تقولي لمدام مشيرة. انا مش هينفع اقابل ماما ابدا بعد اللي عرفته ده. انا لازم امشي. بس هو على فكرة ما غلطش لما قال انك بتهربي. انا ما بهربش. خلاص اطلعي واجهي. ماما والله انا كنت عايزه اقول لك، بس فعلا ما جاتش فرصه. الفتره اللي فاتت دي انت كنتي تعبانه قوي، كمان كنتي رافضه تسمعيني، بس انا والله ما كنت عايزه اخبي عليكي.
انت بتعمل في شنطتك ايه؟ سألتك سؤال، المنديلة دي بتعمل في شنطتك ايه؟ لقيتها في الفيلا. كذابة، انا قلبت عليها الفيلا ما لقيتهاش. دورتي في اوضة فارس؟ انا لقيتها يوم ما لقيت الميموري كارد. كنت عايزه اقول لك وما قلتليش ليه. كنت خايفه تزعلي، عشان انتي كنتي هتزعلي قوي لو عرفتي ان فارس خدها من وراكي، خصوصا بعد ما حكيتي لي قد ايه كنتي فرحانه بالهديه دي وكانت غاليه عليكي. والله انا كنت عايزه اديها لك من يوم ما لقيتها، بس بجد كنت خايفه عليكي، ما كنتش عايزاكي تزعلي اكتر من كده. انت بتدور على ايه فارس؟ هي فين؟ ضيعتيها؟ لا يا حبيبي طبعا ما اقدرش اضيع حاجه انت جبتها لي، بس هي ساعات بتفلت من الميداليه وتقع. طب هي فين يعني؟ طب انت عاوزها ليه يا فارس؟ انت كنت بتجيب لي الهديه دي عشان ارجعك تاني المصنع؟ أنا سمعت أمجد، سمعت أمجد هو بيقولك كده، بس كنت بكذب نفسي. وأنا الهبلة العبيطة اللي كنت فاكرة إنك أنت جايبها عشان تفرحني. اخس عليك، ده أنا قضيت عمري كله، فنيت عمري كله عشان أساعدك وأفرحك يا كلب. تفرحيني؟ آه. أنت بتتريق؟ أنا عمري ما فرحتك؟ أنت هتمثلي؟ ولا أنت بتهلوسي ولا إيه؟ أنا كل المشاكل اللي في حياتي بسببك. يا كلب، وأنا اللي كنت عايزة أرجعك المصنع تاني؟ طب ورحمة أبوك؟ ما أنت معتمه برجلك تاني. شفتي؟ هي دي بقى طريقتك القذرة. لو ما نفعتش الصعبانيات نروح قلبين على الوش التاني. تعالي حبيبي أشغلك معايا في المصنع، بس هنقي لك البنت اللي تتجوزها. خد فلوس، بس خليك جنبي محتاج لي. اغلط يا حبيبي وانا اللي هلم وراك. انت راجل يا حبيبي، بس تبعد عني وهتلوص. مش كده؟ مش ده اللي بتعمليه معايا طول عمرك؟ للدرجات دي انا ام وحشه؟ للدرجات يا فارس؟ على قد ما بكره مسكنتك، على قد ما بكره كبروتك، بكرهك في 60 داهية، في 60 داهية. اوعى تفتكر ان انا هشحت الحب منك انت واختك. تبقى غلطان من النهارده، زيك زي اختك بالظبط. مش هتاخد مني مليم احمر، لا، وهزلك اخليك كمان تاخد مصروفك من مراتك يا كلب. انت ايه يا شيخه؟ مفيش كلمه من اللي انا قلتها دخلت مخك. انت بتمد ايدك عليا يا ليلى. انت انت فاكره نفسك ام يا شيخه؟ انت مش ام. Oh.
ازاي بتعرفوا تبقوا قاسيين قوي كده؟ سواء انتي ولا هو. والله يا ماما طول السنة اللي فاتت أنا كان نفسي أشوفك بس ما قدرتش. بعد اللي حصل لياسر كان لازم أبعد. كان كل همي أثبت لك إن فارس غلط وإني هقدر أعيش بعيد عنكم. سافرت كندا وكل شغلانة كانت بتقع في طريقي كنت بشتغلها. درست ونجحت في وسط كل ده قابلت عمر. جمعت شوية فلوس من شغلي هناك ورجعنا مصر فتحنا مكتب ديكور أنا وهو واتجوزنا. كان نفسي أجي أقولك وأعرفك إن أنا رجعت مصر واتجوزت بس رجعت في كلامي. ما كنتش عايزة أجيلك قبل ما أثبت نفسي الأول وأنجح. كنت عايزة أثبت لك إني قدرت أنجح بعيد عن ضغط فارس وخوفك عليا بس ما قدرتش. عمر بوظ كل حاجة وانفصلنا أنا وهو. حبي يستغل خوفك من الفضايح حاول يقابلك بس فارس طرده. وبرغم إني كنت متوقعة لفارس هيعمله بس وقتها حسيت إني لوحدي بجد إن مفيش حد موجود يقف جنبي. ساعتها حضنك وحشني قوي يا أمي. كان نفسي أجي أترمي في حضنك وتطبطبي عليا وأحكي لك كل حاجة. كان نفسي أحكي لك كل اللي فيا بس خفت. خفتي مني؟ لا أنا ما خفتش منك. أنا خفت أواجهك بفشل. أبوك الله يرحمه كان دايما يقول لي بنتك مش كفاية تحبيها، لازم تقربي منها وتصاحبيها. ولو خبت عليكي سر تبقى فشلتك أم. وهي عمرها ما هتطوق طعم الراحة. بعد ما مات حلفت إن أنا ما أدخلش عليكوا راجل أبدا. وده فارس هو هيبقى راجلنا. هكبره وأعلمه وأخليه سندنا وظهرنا. بس فشلت. أنا اللي فشلت مش أنت يا عزيزي. ماما عشان خاطري تعالي ننسى كل اللي فات وكل اللي عدى. تعالي نمشي ونسيب البلد دي. ما تقلقيش يا حبيبتي، احنا هنسيب الفيلا الشؤم حتى البيت هنا. هنبتدي حياة جديدة في مكان جديد. أنا وإنتي وفارس الصغير ورماس وابنها. بس بعد ما أصلح كل حاجة أخوكي عملها غلط. ساعتها بس مش هيبقى في كوابيس. ماما الكوابيس مش أحلام وحشة بنصحى منها وتخلص بعديها. الكابوس الحقيقي هو اللي احنا عايشينه كل يوم. ذكرياتنا اللي مش قادرين ننساها وحياتنا اللي مش عارفين نعيشها. طول ما احنا هنا هنفضل فاكرين، هنفضل عايشين في كابوس لا بيخلص ولا هنعرف نصحى منه. أبوس إيدك اسمعي كلامي. اسمعي كلامي يا ماما وسافري معايا. أنا كده كده مش هقدر أعيش هنا تاني وأنا مش عايزة أسيبك. مش عايزة أسيبك تاني يا ماما. قولي كده بقى، انتي عمالة تعملي كل ده عشان تمشي وتسيبيني تاني؟ أنا برضو قلت مفيش فايدة. هتفضلي طول عمرك تكرهيني. حرام عليكي بقى، أنا لو فضلت عايشة تحت رجليكي ليل نهار لحد ما ربنا يفتكرني هتفضلي برضو حاسة إني بكرهك.
عايزاني اعمل لك ايه تاني يا ماما عشان تعرفي اني بحبك؟ حرام عليكي بقى، حرام عليكي. وادي يا علي يا واد، اطلع يا واد، عايز اخش الحمام. شوف الواد مطنش ازاي يا واد، انت سبت حضني ليه عشان تخش الحمام يا واد؟ شوف الواد ولا على باله. ايه ده ليه؟ وانا صغيره لما كنت بتخانق باجي هنا اقف وسط واحد ابص ربنا واشتكي له. عارف. عارف ايه كمان؟ عارف كنت بتقولي له ايه كمان؟ كنت بقعد اقول له انا ليه دايما ماما مش حاسه ان انا بحبها مع اني بحبها قوي؟ هما ليه دايما يا عبد الله شايفين الحب حكر عليهم مع ان احنا اول كلمه بننطقها بتبقى بابا، بس القلب اول ما بيدق بحب الام. يمكن عشان حبهم لينا ما يتقارنش باي حب تاني في الدنيا دي كلها، بس ده برضو ما يلغيش اننا ما نقدرش نعيش من غيرهم ابدا. بس انت قدرتي. لا يا عبد الله، انا لو كنت قدرت ما كنتش رجعت. انت رجعت عشان تثبت لها بس ان هي اللي غلط. انا رجعت عشان اثبت لها ان انا بحبها. عرفت؟ حاولت وبحاول اخدها معايا لدنيا جديده، دنيا تعيش فيها من غير كوابيس، بس هي برضه رافضه. انت ناويه ترجعي كندا تاني يا زيزو؟ بس كنت فاكر يعني ان انتي حبيتي القعده هنا يعني. يعني انا اضعف من ان انا احب تاني يا عبدالله، اضعف مما تتخيل. عبدالله لا مؤاخذه قطعت عليكم كلامكم. لا 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 كلام خلص من قبل ما يبتدي. طب انت وراك مشوار مهم؟ لا. انت عايزه حاجه؟ كنت طالعه لك اقول لك لو ينفع تخلي ودك مع عمي لا تتعب ولا حاجه، وانا هخطف رجلي مشوار الازهر وارجع على طول. طيب شوفي انت عايزه ايه وانا اروح اجيبه لك واجي. تسلم يا عبد الله، والله كنت انت ولا مدام مشيره مش مخلينا ناقصنا حاجه. بس يعني ما تاخذنيش لحد امتى؟ البضاعة اللي متلقاها جوه دي اصحابها لو صبروا علينا يوم مش هيصبروا اليوم التاني. ابويا لازم يرجع. ولاد الحلال قالوا لي ان هو في الازهر. فين في الازهر؟ شويه اقول لك في الجامع، شويه اقول لك على الرصيفه. طيب خليك انت هنا وانا اروح اجيب ابوكي واجي. لا معلش، ما ممكن ما يرضاش يجي معاك. ما هو انت كده بتقفليها يا جميله.
وانت بتشنك علينا ليه دلوقتي يا عبد الله؟ مش بتشنك عليكي ولا حاجه. معلش انا اسف. خش انت رايحي مع ام علي جوه وانا مش هرجع غير وايد ابوكي في ايدي. تسلم يا عبد الله. ربنا يخليك. خش يا جميله. ربنا يهدي على ايدك يا رب. ريما، ريما في ايه يا بنتي؟ دي تالت مره تخش حمام من ساعه ما جيتي. ريما يا أمجد، أنا عملت زي المرة اللي فاتت. امسك يا حبيبي ده الباسبور والتذكرة. حلو. أنا لميت لك شوية هدوم كده وحاجات ممكن تكون تحتاجها هناك، وده رقم الراجل اللي هيسفرك على الباخرة. شكرا، محدش واقف جنبي غيرك. حبيبي ده أنا أمك. توحشني أوي يا أمجد، توحشني أوي. انت كمان هتوحشيني يا حبيبي. خلي بالك على نفسك. ماشي. اول ما اوصل هكلمك تحصليني. ماشي. اكيد طبعا يا حبيبي. لازم الحق اتحرك دلوقتي. خلي بالك على نفسك يا امجد. ماشي. مع السلامه يا حبيبي. اول ما اوصل هكلمك. طيب يا حبيبي مع السلامه. كنت رايح في حته امجد. وشيره اهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله. انتوا ازيكم؟ الحمد لله. ريماس اخبارها ايه؟ والله انا صدقت وامنت انك امها التانيه. قلبك حاسس بيها. هو ايه اللي حصل؟ سقطت. ايه؟ هي بخير ما تقلقيش. حصل يا ريمس؟ خلاص ريحته من الدنيا. بنتي في ام في الدنيا تعمل كده؟ تقتل ضناها بايديها؟ مش احسن ما يكبر ويشوفه مقتول بين ايديا؟ ملوش لازمة الكلام ده ريما. ليه كده؟ أنا كنت عملتلك إيه؟ عملتلك عشان تحرميني منه. مش عارفة عملتي ليه؟ كنت شايلك فوق راسي. كنت بعاملك أحسن ما بعامل بنتي. كنت بدافع عنك. طول الوقت كنت بعاملك احسن معامله. عشان كده ما عرفتش اكرهك. بس برضو ما قدرتش احبك. جوزتيني ابني كنت عارفه ان الحياه معها هتبقى جحيم. اخترتي له البنت المناسبه اللي شايفه انها هتسعده. قلتي يمكن تغير حياته. شوفي زي ما انت عايزه. بس ما فكرتيش هو ممكن يعمل فيها ايه. فكرتي بكل انانيه في مصلحه ابنك. بس ما فكرتيش ان البنت دي كمان ليها اهل وليها ام ما تتمناش تشوفها في اللي هي فيه ده دلوقتي. علشان انا ام، واي ام مكاني كانت هتعمل كده. أي أم كانت هتبقى أنانية قصاد مصلحة ولادها. عشان كده نزلته. عشان مش عايزة أبقى أم. مش عايزة أبقى زهيك. أنا
ممكن افهم ايه اللي بيحصل له. ماما كان لازم تنقليها المستشفى. ازاي تستنيني لما اجي؟ ازاي؟ رماس كويسة، في مصيبة تانية اكبر ولازم نتصرف فيها باسرع ما يمكن. انا متشكرة قوي انك استنيتيني لحد وقت متأخر زي ده. يا خبر يا مدام مشيرة، انت تأمريني، ده كفاية عطفك على الاولاد. ادخل. حبيبي ماما مشيرة هتاخدك تقعد معاها اسبوع بحاله، عايزين نبقى حلوين ونسمع الكلام. هنمشي باي. يا حبيبي هنروح باي، مش هسيبك تاني ابدا. ان شاء الله قبل الاسبوع ما ينتهي هيكون الورق خلص ويعيش معاكي على طول. انا متشكرة قوي. مع السلام. مع الف سلام. شكرا. باي يا فارس، مع السلام. اربط الحزام زي ما علمتك. انت متأكد اني لو بعتها دلوقتي للمعمل الجنائي عشان يفحصوها مش هيلاقوا عليها اثر لفارس؟ حضرتك انا فاهم ان انا هنا لتهمة تانية خالص تخص موضوع اياد. لا ده موضوع اياد والمخالفات بتاعت المستشفيات. لا انت موضوعك كبير، بس انا عايزك تعرف حاجه يا امجد، انا ما بتهمش الناس عمال على بطال ومفيش بيني وبينك طار يعني لا سمح الله، بس حظك بقى خلاني الاقي معاك سلاح ابيض شبه سلاح اتجرح بيه فارس ليله الحادثه. سلاح ايه حضرتك؟ دي فتاحه كل الناس معاها زيها. ده حقيقي، احنا حتى لقينا واحده زيها مع جبر، بس المعمل الجنائي اثبت عدم تطابقها مع الجرح اللي في ايد فارس. شفت بقى ان المعمل الجنائي حقاني ازاي، وشفت ان احنا ما بنجيبش الناس كده عاطل على باطل. عشان كده يا امجد انا عايزك تفكر الف مره قبل ما تجاوب، عشان انا لو اكتشفت ان الفتاحه دي هي السبب في الجرح اللي في ايد فارس انا هقدمك للنيابه بتهمه القتل العمد. ده غير ان هيبقى في معامله تانيه خالص أنا ما بستخدمهاش غير مع الناس اللي بيكذبوا في التحقيقات. ها؟ أوديها المعمل ولا تقول بقى اللي عندك وتريح نفسك وتريحنا؟ واللي بيريحنا والله بنريح. أنا هقول على كل حاجة. هايل. ركز بقى وقول كل اللي عندك. إحنا سامعينك كويس. معايا؟ أنا وفارس الله يرحمه كنا متفقين في الشغل إن أنا أظبط له الحسابات عشان يعني يعرف يسحب من غير ما حد يعرف حاجة، وكل مرة كان بيسحب فيها أنا ليا نسبة. في الفترة الأخيرة بطل يديني النسبة بتاعتي لحد ما بقى ليا عنده مبلغ محترم. لما حصل موضوع إياد والواد بتاع الأمن اللي اسمه حسن ابتدى يهدد دينا كان لازم فارس يدفع، بس فارس
نفض لي ونفض لدينا كأن موضوع اياد ده ما خصوش. وانا كنت خايف الواد بتاح لأمني يتكلم، فطلبت فارس الله يرحمه بفلوس اللي عنده. يعني حاجة نسكب بيها حسن لحد ما فارس يرجع المصنع تاني وينفع نسحب فلوس. كلمته قبل ما يسافر السخنة على طول، بس هو اتعصب عليا وقفل السكة في وشي، ولما بطل يرد عليا اتجننت. ازاي يسيبنا في مشكلة زي دي ويسافر يتفسح؟ وعشان كده قررت اسافر وراه، اخد الفلوس اللي عنده على الاقل عشان اسكت بيها حسن. وسافرت ورا السخنة. امال التذكرة اللي احنا لقيناها في عربية خليل دي ايه؟ الله، اصل التوقيت المكتوب على التذكرة اللي احنا لقيناها مع خليل هو التوقيت اللي انت سافرت فيه. معنى كده ان انتوا الاتنين سافرتوا في نفس التوقيت، ومعنى كده برضو ان انتوا الاتنين اشتركتوا في قتل فارس. ما حصلش، وخليل ما سافرش اصلا في اليوم ده. انا قبل ما اهرب طلبت من خليل حقي في الصفقه بتاعه المستشفى، بس هو رفض. انا حتى مش عارف الفكره جات لي ازاي. كل اللي فكرت فيه ان انا عايز اذيه باي طريقه. وطبعا زي ما كنت بتفكر تأذي خليل كان عندك نفس النية بالنسبة لفارس. لا طبعا. طيب كمل، ايه اللي حصل لما رحت السخن؟ روح احسن الناس المستنية لك، انا زهقت ومش ناقصه. طب بتردش عليا ليه؟ انت ايه اللي جاب امك هنا؟ يا ابني انت مجنون؟ سايبنا في المصيبة اللي احنا فيها دي وجاي تتفسح؟ اتفسح ايه يا امجد؟ اطلع من نفروخي السعادي. طب انا عايز فلوسي دلوقتي. فلوسي يا ابو فلوس؟ هو انت عيلتك فلوس اصلا؟ لو ما اديتنيش فلوسي دلوقتي انا هطلع على امك واقول لها ان انت كل ده كنت بتسرقها. قول لها عشان هتلاقي نفسك من غير شغل. انا غلطان ان انا شغلتك عندي. انا ما بشتغلش عند حد. لا انت شغال عندي، ولولايا كان زمانك كلب في الشارع من غير شغل. فارس لم لسانك عشان ما مديش ايدي عليك. مد ايدك عليا يا امجد، وريني هتعمل ايه. فارس انا عايز فلوسي دلوقتي. ترفع عليا مطوى يا امجد؟ طب اهو وريني هتعمل ايه بالمطوى. عايز تعورني يا امجد؟ عورني وريني هتقسيني ازاي. انا عايز فلوس يا فارس. وريني هتعمل ايه. عايز فلوس. ايه يا عم فلوس ايه يا عم؟ انا هوريك. امشي يا امجد عشان خاطري. اوعي بقى عشان خاطري. امشي يا امجد. امشي يا امجد، هو مش عارف هو بيعمل ايه. يا امجد امشي بقول لك. يلا يا جبان. والله العظيم ما كان قصدي اذيه، هو اللي اضطرني لكده. وهو اضطرك ليه تاني يا امجد؟ انت متاكد انك مشيت؟ يعني الموضوع رسى على خناقه صغيره وبعد كده مشيت؟ ليه؟ ما ممكن يكون رجع تاني وقتل. والله العظيم ما حصل، والله العظيم اللي قلته لحضراتكم ده بس هو اللي حصل. وانا المفروض ان انا اصدق كل العك اللي انت قلته ده؟ أنا عارف إن أنا نادل وجبان، وعارف إني طماع، وعارف إني كنت بغير منه، بس مش لدرجة إن أنا أقتل صاحبي، ده صاحب عمري، والله العظيم ما قتلته. سعد! تمام سعد؟ خد الواد ده نزله الحجز تاني. تعالى معايا، اتفضل، اطلع. يا باشا، هنستنى نتيجة التحليل برضو؟ ما فيهاش يا محمد. الواد ده صادق في حكايه البوكيت نايف، بس ما بعد كده هو اللي احنا عايزين نعرفه. يا باشا بس ده لو كلامه صحيح معنى كده ان الرماس كذبت علينا وكذبت كمان علينا في حكايه دينا. ايه بس هي هتسيطر عليهم ليه؟ انا مش فاهم. عشان كده لازم نجيبها وفورا، مش هتمشي من هنا غير لما اعرف الحقيقه منها. بس احنا كده يا باشا هنبقى عايزين اذن النيابه. اظن ان تضارب اخوالها كافي يدينا اذن بالقبض عليها والتحقيق معاها بصفتها متهمه. قرايا عمنا، يعني من ساعة لما عملناك التوكيل وانت ولا حس ولا خبر. يا راجل ده مفيش صوت يوحد الاله. اهدى بس يا استاذ حماد عشان نعرف نتكلم. نتكلم في ايه؟ يابا انت طلبت مني اتعاب وزودتها عليا ودفعتها لك على دار المليم، ولا مفيش حاجه بتحصل. هي القضايا دي كده، هو انت فاكر هرفع الدعوه النهارده وبكره الصبح يوصل لهم الاعلان؟ لا والله. امال ما قلتش الكلام ده من اول لما جينا لك ليه؟ يا راجل ده انت فضلت تتحكم معانا في دنيا ودين يا راجل ده انت طلعت القمر واحنا قاعدين معاك. ولو اني مش عاجبني طريقه كلامك دي معايا بس هجاوبك. طب قصر بقى،
عشان انا خلقي ايه اضيق من شكمان العربيه. يكفيك شر لو طلع حبابه في وشك. يا استاذ حماده انا مش ساكت من يومها وانا بتابع المحاضره المسؤوله عن توصيل الاعلان. رغم ان جدوله مشغول لكن كل شيء بالفلوس بيتحل. ده مش بس كده، ده انا بعت له ولد بيتدرب عنده في المكتب بيوصله بعربيه مخصوص، وزمان يا سيدي الاعلان في الطريق دلوقتي. استغفر الله العظيم يا رب. يعني خلاص هانت يا استاذنا؟ هانت يا سيدي، بس ادفع لي بقى 500 جنيه اللي دفعتهم للمحضر وانت خارج الاستاذ رفاعي بره. لا انا لو مؤاخذه اشوف القضيه بتتحرك قدام عيني كده بعد كده اديله بقى 500، اديله 400، اللي يقابلني بره هديله، بس اشوف القضيه بس بتتحرك بس. يا محمد. يا باشا. اذن النبي طلع؟ اهو. طب يلا بينا. مفيش حب